السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله متابعين موقع قناة ماجد فوتوز دوت كوم. مستمرين معاكم بالحلقات بناء على طلبات الكثير، ان نبي حلقات اوتدور، نبي حلقات عملية برا. الحلقة اللي فاتت كانت عن عدسات الزوم سيجما، والحلقة هذه مستمرين ان شاء الله راح نعرض عدسات الوايد انجل والالترا وايد انجل من سيجما. واليوم ان شاء الله معانا ضيف مبدع جدا، خلونا مع بعض نشوف منو ضيفنا اليوم. ضيفنا اليوم المصور الكويتي المبدع محمد السلطان. اذا شفتوا صور حق الكويت وايد حلوه، وصور الرعد او البرق، خلينا نقول البرق ولا رعد، كيف صاعقه راح على طول يظهر لكم اسم محمد السلطان. حياك الله ابو جاسم. الله يحييك. شلون الجو اليوم؟ والله الجو جدا جدا جميل. حلو. عرفت احنا مستعجلين الحين، يعني عشان نبي نصور. تمام. ناخذ اكبر عدد من الصور. حلو. اوكي. ايش دراك الجو حلو اليوم؟ ترى هو قال لنا اليوم الجو حلو، ما ندرى. الجو وايد قوي اليوم فادي حلو. بس خلينا نقول لك، يعني شوف انا استخدم عاده 3 برامج. حلو. الى 4 برامج بالايفون حق الوذر. الوذر عشان اعرف اذا حق العجير يصير لك اول شيء. لا لا. المهم بالايفون يطلع لك مثلا الجو انه في تحركات الغيم. عرفت؟ مطر، ما مطر، في مطر، في يعني غبار، ما غبار، السوالف هذه كلها. حتى ما تكذب عليك. شوف هو يعني ساعات لو تعتمد على واحد اكيد بي يخوف. العلم عند الله. اكيد انا العلم عند الله. ثلاثة يقولون استخدم 3 إلى 4 برامج، اخذ الافرج منهم. حلو. ابرزهم؟ الابرزهم عندي الاكوا وذر. اكوا وذر. اي اكوا وذر. حلو. وايد وايد قوي، تو مسوي له ابديت بعد. ممتاز. صاير يعطيك بالدقيقة. يا سلام. عرفت؟ وبالساعات وحتى الايام لي 20 يوم قدام. ممتاز. يعني يعطيك طبعا تقريبي هذا كله. حلو حلو. بعد؟ بعدها في عندي الوذر ماب، هذا صراحة وذر ماب بلس. اها. وايد قوي، يبين لي حركة الغبار، حركة الغيم. يا سلام. اشوف مثلا الغيم اذا جاي من صوب الرياض ولا صوب يعني جبله يسمونها تحت. حلو. ف اوقات الصواعق ترى ما ينام على طول، سرع اسمه يسهر وتشوفونه مكان عسى الله يحفظه. اي زين. الثالث برنامج ثالث. البرنامج الثالث استخدم الويند فايندر، هذا يبين ويند حركه فايندر. ممتاز. الرياح، حركه الرياح. طبعا في منه اب وفي منه الويب سايت داخل النت، يبين لك اذا كان في هواء قوي. حتى لو البرنامج مو مبين لك انه في غبار، فانت تحسب حساب انه في هواء قوي، ممكن حق تايم لابس سوالف. ممكن شنو تستخدم محمد بعدتك كاميرتك؟ قبل كان عندك اظن كروب سنسر، شنو عندك الحين او قبل شنو استخدم؟ قبل كنت استخدم ال 1020 سيجما مع ال 50 دي. حلو. شلونها من عدسه؟ والله عدسه جباره حيل، يعني كنت احبها حيل وايد. اتذكر وايد صور يعني ما عندك. كانت يعني ما كنت اشيلها من الكاميرا على طول، بس هي والكاميرا كانت عيني كل ما اشوف اي شيء اشوفه وايد انقل. وايد اتذكر صورك وايد حلوه فيها. الحمد لله يعني توفقت فيها، فزت فيها بجائزه حمدان. يا سلام. صح صح، جائزه حمدان انترناشونال، المركز الثاني محور دبي. ايوه. صوره روعه صراحه، ما انساها. انعكاس برج خليفه. وبعدين فول فريم. بعدها حولت فول فريم. طبعا فقدت الدستورشن اللي كان فيها، انا كنت احبه وايد. وايد ناس يقولون لي صور كان فيها ابعاد حلوه يعني. حلو. فقعدت ادور عدسه ثانيه، لقيت طبعا سيجما ال 12-24. ممتازه. تصير اقوى من ال 10-20، لان 12 على الفول فريم كنا 8 بالكروب تنزر. حلو. حلو حلو. فتعطيك تعطيك ابعاد وايد قويه، يعني حتى بزاويتنا هني مثل ما تشوف انت زاويه وايد كبيره، عرفت؟ ما تطلع باي كاميرا. انا اطلعها بالعدسه هذه كاملة وزيادة عليها عشان ابي اعدل فيها الدستورشن واي شيء. على طاري الزاوية، شلون تعرف؟ انا صراحة ماني خبرة اليوم، بالغصب صعدونا العمارة هني جزاه الله خير عبد العزيز كنعان، ضبطنا واسطات وكذي، حتى العماير فيها واسطات. فشلون تعرف تروح المكان هذا تروح المكان هذا عشان تاخذ زاوية معينة؟ جوجل الدش ولا؟ لا شوف، اول شيء الدش تشوف صور مثلا ناس مصورين، او اذا انت ما لقيت صور تبي زاوية جديدة مثلا، تروح وقت فراغك مثلا اذا كان الجو مو صافي مثلا. حلو. مو حق تصوير. عرفت؟ مو حق تصوير. تطلع تشوف عماير، تشوف اللي بيبانها مبطله، اللي ممكن تكلم الناس يصعدونك. حلو. عرفت؟ حلو. تبدي تشوف تطالع فيها يعني الزوايا. في عندي برنامج قوي يبين لي وين مكان الشمس اذا نايس. بتغيب شروق وغروب، سان سيكر مثلا ولا ستار ووك، يبين لك وين الغروب وين الشروق، فانت تبدي تعرف زواياك عن طريق الشروق والغروب. غير العدسه والكاميرا تستخدم فلاتر؟ او يمكن هذه صايره العدسه. لا هذه العدسه يعني فيها عيب اللي هو انك ما تقدر تحط فلاتر. في شيء سيستم خاص حقها ولا؟ انا دائما يعني طريقتي وياي العدسه هذه، لان انا استخدم البراكتنج. يعني اخذ تعاريض الصوره. حلو. فاتح فاتح، غامج غامج. أيوة. تدمجهم. عرفت؟ 7 صور إلى 5 صور على حسب انا ايش كثر محتاج. حلو. عاده اخذ 7، عرفت؟ واقرر انا في البيت مثلا وقت الايديتنج ايش كثر انا احتاج من التعاريض. كاميرا، عدسه، وترايبود. ترايبود و
كيبل ريليز. كيبل ريليز بس عرفت مزاج خفيف لازم خفيف مزاج مزاج. زين ابو جاسم بقول لك خلينا نقول مثلا التوقيت، توقيت متى اكثر شيء تصور، شروق ولا غروب، وشو الفرق بينهم وشو تحب اكثر؟ شوف انا احب الشروق اكثر. ليش؟ لان اول شيء الجو يكون فيه صافي اكثر. ليش؟ حلو. السيارات خلاص يعني صار لها فتره مسكره وواقفه، عرفت؟ الجو يهدى اكثر وقت الفير. فانت ممكن تحصل الوان اكثر، يكون مزاجك احسن. صدق فيها تحدي مره، انا قاعد الفير صدق الجو اليوم هالايام وايد حلو، بس انه مره تتكيسل انك تروح، فتقول نفس الشيء الغروب، خلني اصور غروب احسن. لا شوف، بس يفرق ال إيه يفرق الأجواء، وين تطلع الشمس مو إيه، حتى زواياك يعني ممكن تخلص زوايا الغروب تبي زوايا جديدة، الشروق العكس، فأنت تطلع بنتائج ثانية. صح صح، عرفت؟ فلازم تصحصح وتقوم مبكر تصلي الفير. أيوه تصلي الفير وتطلع. صدق صدق، حتى يعني في بعض الأماكن يعني لازم تصلي الفير فيها هنا. أه. عرفت؟ تطلع قبل لا يأذن وتصلي هناك. ليش؟ لأنه ممكن ما يمديك إن أنت تأخذ زاوية. قاعد أشوف الشمس قاعد تنزل بسرعة. آخر شيء نبي اكثر الاعدادات اللي انت تستخدمها حق السيتي سكيب او حق تصوير المدينه في عدسه 12-24 سيجما، شنو عندك؟ السيتي سكيب يعني انا يفضل ان تستخدم فتحه عدسه من 8-16. حلو. ما احب اصعد زياده، لان قريت وايد ريفيوز في شغلات بالابرتشر، في شغله فيزيائيه ان انت ما تطلع لك صوره ماكسيمم شارب اذا انت صعدت فوق 16. حلو. عرفت؟ ف 8-16 يعطيك رينج وايد حلو بالعدسه. ممتاز. عرفت؟ ويعطيك شاربنس ممتاز. شاتر سبيد، الشتر سبيد طبعا على حسب الميتر. اي على حسب الميتر. ايزو، عرفت؟ الايزو طبعا اقل شيء، اقل شيء، اقل شيء 100 او 50. عرفت؟ ساعات اذا تبي يعني سرعه اكثر، ما تبي التريلز يزيد من السيارات. فترفع الايزو شوي 200. حلو حلو. عرفت؟ وهذا بس، هذا اغلب شيء، هذا اغلب الشغلات يعني. انزين خلونا الحين نصور قبل لا تغيب الشمس ونرجع لكم مع بعض. راح ناخذ انا جايب معاي هني ال 15 السيجما فيش اي، كنا بنصور فوق برج الحمراء، كنت بقلد زاويه محمد اللي فيها برج الحمراء، وايد حلوه الصوره هذه، بس صعدنا عماره ثانيه، خلونا نصور نرجع لكم مره ثانيه. طبعا الحين اذن، وعاده بعد الاذان يصير في الشفق اللي هو يسمونه تويلايت، هذا نادر عاده يصير، ولا ما يصير ان شاء الله يصير اليوم ويانا بعد هني الجو وايد حلو. طريقة البراكتينج اني اخذ المكتوب عليه الاكسبو كومبوزيشن البراكتينج الاي اي بي سيتنج، تفتحه تاخذ مثلا تعريض 1 ستوب 2 ستوب 3 ستوب لثلاثة، تمام، وتحط تايمر على اساس، طبعا تايمر من فوق، تحط تايمر ثانيتين مثل الطريقة، تخلي تايمر ثانيتين تعدل ميلان الصورة، وعادة ما تخلي خط الأفق بالنص لأنه وايد يعني يشتت الصورة وما يعطيها جمالية. فالحين راح أصور، كاميرا تصور 3-7 تعاريض. مثل ما أنتوا شايفين 7 تعاريض كاملة حق كل الإضاءات اللي موجودة في الصورة. طبعا السيتي سكيب عشان تصور لازم يفضل انك انت تصور وقت البلو اور، بعد ما تغيب الشمس تصير السماء زرقاء واضاءة الليتات تكون يعني وايد وارم، يسمونها حارة، الوان حارة، والسماء تكون زرقاء، فيعطيك كومبوزيشن وايد قوي حق السيتي سكيب. طبعا انت تشوف الدستورشن اللي موجود هذا بالفوتوشوب نقدر احنا نرده نعدله. خلاص. طبعا ما صار الحين وقت تصوير السيتي سكيب الاصلي اللي هو البلو اور، عرفت؟ بس فننطر الحين ونشوف شو يصير معنا. يعني حلو. اوكي قواك الله. يعطيكم العافية، إن شاء الله استمتعتوا معنا في هذه الحلقة، نشكر أخونا محمد السلطان على هذه الحلقة الحلوة. ودك تقول شيء حق المصورين قبل أن أخلص؟ ودي أقول لهم أكيد في وايد أشياء ودي أقول لهم إياها، بس إنه أهم شيء إنه طلعوا وصوروا كثر ما تقدروا. لا يعني لا تحطون بالكم إذا أنتم طلعتوا بيوم يومين ثلاث ما طلعتوا بصورة عالمية، ما طلعتوا بنتيجة حلوة. أوكي أطلع وجرب، لأن الكليك الواحد، أنا كنت أطلع حتى أيام الأخبار كنت أطلع أصور. ليش؟ لأن
انا متاكد ان كل كليك انا اصور فيه قاعد اتعلم شيء جديد، عرفت؟ زاويه جديده، عارف ان هذا مثلا غلط، لازم اتعلم حتى الاغلاط، عرفت؟ مو بس الاشياء الصح اتعلمها، عرفت؟ فانت لازم تعلم نفسك، مهما قريت مهما شفت بالنت وعرفت شغلات، لا ما راح تعرفها الا لما تجرب. هذا الميدان هذا غلط. ايوه شدوا حيلكم، صحصحوا من الفير صوروا. بالنسبة حق الفائز في حلقتنا السابقة كانت عدسة 120-500 مقدمة من عالم AAB World، خطيرة العدسة، ألف ألف مبروك على الفائز وتقطعها بالعافية وتوصلك بالسلامة يا رب. بالنسبة حق سؤال حلقتنا، هذه الحلقة راح نقدم عدسة اللي هي عدسة سيجما 10-20 الحب الأول. إنزين راح يكون لها سؤال، السؤال عبارة عن محمد قال لنا أكثر فتحة عدسة ويستخدمها أو القراءة اللي يستخدمها كانت فتحة العدسة من إلى كم، كانت فتحة العدسة هذه نبي نعرفها بالكومنتس، سواء تكتب بالكومنتس في الفيديو تحت حلقة اليوم في يوتيوب أو تكتبها تزيد نسبة الفوز سواء في إنستغرام اللي هو ماجد فوتوز تحت إعلان الحلقة، تحت إعلان حلقة AAB World أو تحت إنستغرام محمد آل سلطان مثل ما معروض عندكم. نبي نشوف إجاباتكم ومشاركاتكم. اللي ما شاف الحلقات الماضية خلي يشوفها، والفايزين بالنسبة حق الحلقة هذه واللي قبل خلي يدشون يشوفون انهم فايزين، مو يصير كل شوية انا ادور من فايز وراسل وتكفرد علينا. فانت اول ما تخلص الحلقة دش شوف اذا انت فايز ولا لا، سوي لنا سبسكرايب وشير حق الحلقة. نشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي على خير.